الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن وهو مؤسس الدولة السعودية الأولى. ولد الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن عام 1090 هجري 1679 ميلادية، ونشأ وترعرع في الدرعية. استفاد من التجربة التي خاضها في شبابه حين عمل إلى جانب والده في ترتيب أوضاع الأمارة، وهو ما أعطاه معرفة تامة بكل أوضاعها. تولى الإمام محمد بن سعود الحكم في أوضاع استثنائية في منتصف عام 1139 هجرية في فبراير 1727 ميلادية، فقد عانت الدرعية قبيل توليه الحكم من ضعف وانقسام لأسباب متعددة. كان الإمام محمد بن سعود حاكماً حكيماً وفياً، تربى في بيت عز وإمارة، وتعلم السياسة وطرق التعامل مع الإمارات المجاورة والعشائر المتنقلة. شارك الإمام محمد بن سعود في الدفاع عن الدرعية عندما غزاها سعدون بن محمد زعيم بني خالد بالأحساء، واستطاعت الصمود ودحر الجيش المعتدي. عرف عنه صفات متعددة كالتدين وحب الخير والشجاعة والقدرة على التأثير. كان محمد بن سعود امتداداً لتاريخ أسلافه الذين بنوا الدرعية وحكموها، وانتقل بها من دولة المدينة إلى دولة واسعة. توفي الإمام محمد بن سعود رحمه الله سنة 1179 هجرية بعد أن شهد نشوء دولة عظيمة في قلب شبه الجزيرة العربية، كان هو مؤسسها وأول الأئمة فيها، وقد استمر حكمه 40 سنة، وقد أنجب رحمه الله 4 أبناء هم فيصل وسعود اللذان استشهدا في حملات التوحيد في حياة والدهما، والإمام عبد العزيز الذي تولى الأمر بعد والده، والأمير عبد الله والد الإمام تركي. للقناة السعودية صالح العمري، الرياض.